فاجأناش، احنا عرفنا التوجه معناها في الاتجاه ماشي. احنا النادي الفارسي ولاية النادي الفارسي ديما معناها معناها نتحلوا دائما بالروح الرياضية والأخلاق الرياضية، معناها هذا مبدأ ما نحيدوش عليه واحترام الهيكل. احنا بالنسبة نحنا القرار اللي تبرع الرابطة معناها ظلم النادي الفارسي، وبالنسبة لنا الحق باين معناها لصالحنا، لكن ما يمنعش هذا اللي احنا معناها تقبلنا القرار هذايا كما قلت لك كل روح رياضيه، واحنا مش نمارسوا حقنا في الطعن اللي هو الحق المشروع من قدام اللجنه الوطنيه للرياضه. وانا نعتقد اللي نظام النوع هذايا معناها مش يوصل حتى للمحكمه الرياضيه لاخر درجه في التقاضي. وكل امل وانا مقتنع اللي مش المراحل التقاضي المقبله مش تنصف النادي الفارسي. احنا بالنسبه لنا احنا القانون والمؤيدات اللي اضفناها كلها تعطي حق للنادي الرياضي الشخصي، والمنطق يعطي حق للنادي الرياضي الشخصي باعتبار ان ما نجموش نعتبروا ان مقابله نهائي كاس اللي هي تابعه لموسم 2011-2018 يقع احتسابها في موسم رياضي 2013-2014. وما نعتبر ونعتقد اللي ما العمر يصير ان بدايه موسم رياضي يبدا بنهائي انت كاس. والقوانين المعموله هذه اللي هي تصنف الكاس اللي هو مقابلات رسميه تاخذ عين الاعتبار التصفيات اللي توقع في بدايه الموسم، اما باش يكون نهائي نتاع كاس هو بدايه موسم هذا معناها من الغريب وما ما يطبقش حتى النصوص القانونيه. واحنا نمارس حقنا في الطعن هذا، واحنا كنا امل اللي الدرجات كما قلت لك التقاضي المقبله مش تنصف النادي الرياضي.